جيج المدينة ساحلية جميلة تحيط بها الجبال أين تعيش قبائل عديدة. بني فوغان، بني يدر، بني قائد، أسماء لقبائل محاربة معروفة بمقاومتها للاستعمار الفرنسي ودفاعها عن المدينة سنة 1839. مع مطلع هذا القرن المدينة كانت مركزا للمثقفين، ومنذ الثلاثينات تأسست بها جمعيات ثقافية ورياضية، نذكر منها أحباب التدريس، جمعية مدرسة الحياة، الماسيرية. كما تأسس فريق كرة القدم لجيزدي كمنافس لفريق الأوروبيين ليفاي. حركة الشبان الجزائريين بادرت بنشر جريدة الراشد التي كتب بها العديد من المثقفين، وعلى رأسهم حاج عمر المدعو حمو، أول مثقف بجيجل وأحد المقربين من الأمير خالد. في هذا الجو الثقافي ولد محمد صديق بن يحيى في جانفي سنة 1932 من أسرة محافظة ومحترمة في المدينة. أسرة بن يحيى هي أسرة نبيلة وشريفة تاع مدينة جيجل وضواحيها. عطات عدد كبير من التجار وثانيين من المثقفين لهذا الجهة، ومنهم المرحوم محمد الصديق بن يحيى. العائلات الأوروبية الكبيرة بعد أن نجحت في السيطرة على المدينة عملت بعد ذلك على فصلها على امتدادها الطبيعي، أي سكان الجبال المجاورة. هذا الفصل وهذا العزل لكل ما هو أجنبي عن المدينة عمر طويلا حتى بعد الاستقلال. Il y avait les Touchants, il y avait les Lochards, il y avait les Grisonniers, il y avait des grandes familles. Ah, ah. Grisonniers, c'était le maire de la ville Badé. Où est le crabe de Yahya Hadi? Il y a les deux portes Hadou. Hadi, il y a le crabe Hadi. Aïe, fine. في هذه المدرسة 8 أطفال من بينهم محمد الصديق بن يحيى استطاعوا أن يفتكوا مقعدا لهم إلى جانب الأوروبيين. لا أحد كان يعتقد وقتها بأن منارة ستولد وستنير بعبقريتها ثورة بأكملها. قبل ذلك التلميذ بن يحيى كان نحيفا ولا يلفت الانتباه، عكس زملائه الأوروبيين الذين يتمتعون بصحة جيدة. دفاتره المدرسية نقرأ عليها الملاحظات التالية: تلميذ ذكي ولكنه كسول جدا. أنا شخصيا عشت معه كثير كطالب، عمري ما شفته يراجع الدروس بتاعه، كأنه يكتفي بالحضور في المحاضرات، عنده قوة استيعاب المعلومات وتلخيص هذه المعلومات تجعله ما يهتمش يعني بالدرس من بعد. إذن أعتقد أن هذا هو بن يحيى يعني بصفة مختصرة، فهو ناحي الجسم وعظيم الفكر. بعد أن أنهى دراسته بصفة عادية بثانوية سطيف انتقل إلى العاصمة، وبالجامعة المركزية بدأت المصاعب والعراقيل. نحن في بداية الخمسينات، العاصمة كانت تعيش غليانا سياسيا كبيرا. حزب الشعب أصبح حزبا شعبيا بأتم معنى الكلمة، لأنه رفع شعار الاستقلال الوطني. في هذا الجو بن يحيى يسجل نفسه في معهد الحقوق وكذلك بمعهد العلوم السياسية. ومنذ البداية الأساتذة تفطنوا إلى ذكائه وقاموا بممارسات مفضوحة لا تمت بصلة إلى الأخلاقية الجامعية.
أنا في سنة 1979 كنت في باريس والتقيت بالبروفيسور أجران، شارل روبير أجران، اللي هو مؤرخ مختص في تاريخ الجزائر المعاصر. البروفيسور أجران كان في الخمسينات، بمعنى عندما كان محمد صديق بن يحيى طالب في العلوم السياسية، كان أجران كذلك أستاذ في هذا المعهد هذا. وأجران حكى لي، قص علي، قال لي: تعرف علاش رسب محمد صديق بن يحيى في العلوم السياسية؟ قلت له: لا، لا أدري. قال لي: رسب لأن الأساتذة، أغلبية الأساتذة تاع المعهد، كانت عندهم نزعة استعمارية، وشعروا عند قراءة ما كتبه صديق بن يحيى أنه وطني، وأنه إذن يكون خطر على الوجود الفرنسي في الجزائر وعلى الاستعمار، وقروا أنه لا ينجح، حتى ولو كان أنه يستحق الامتحان، ولكن قروا أنه لا ينجح. وقال لي أجران أنه حاول يدافع عليه ولكن ما نجحش ورسب. إذن الرسوب نتاعو كان لسبب سياسي محض. هذا هو. رسب إذن في العلوم السياسية، ولكنه استطاع أن يفتك وبجدارة ليسانس في الحقوق سنة 54. الحقيقة أن أساتذته لم يخطئوا في تقييمهم لبن يحيى، لقد أحسوا بنزعته الوطنية الكبيرة. بالفعل منذ سنة 54 لعب دورا هاما في النشاط والتنظيم الطلابيين. في تلك الفترة الصراع كان عنيفا بين الفيبيا والبيسيا حول المراقبة والسيطرة على جمعية الطلبة لشمال إفريقيا لايمان، وهي جمعية تضم طلبة المغرب العربي. بن يحيى لم يكن بعد مهيكلا في حزب الشعب، ولكنه ساهم بصفة فعالة في النقاشات في الأوساط الطلابية، حيث كانت مواقفه قريبة من هذا الحزب، هذا الحزب الذي أصبحت أفكاره لها مكانة عند طلبة الجزائريين. عند الإعلان عن استقلال المغرب وتونس، منظمة طلبة شمال إفريقيا تم حلها، وكان من الضروري تأسيس اتحاد طلابي جزائري. إذن محمد صديق بن يحيى بالتنسيق مع الطلبة الموجودين في باريس، خصوصا مع عبد السلام يعني، وهنا كذلك مع لامين خان، انتقلوا مرارا وتكرارا لكثير من المدن في فرنسا، مونبلييه، ليون، مارسيل، ستراسبور، إلى آخره، المدن اللي كان موجودين فيها الطلبة المسلمين الجزائريين، باش يقنعوهم باش ينشأ اتحاد عام للطلبة المسلمين الجزائريين. وانتم تعرفوا بأن في ذلك الوقت كان المشكل القائم، يا هل ترى هذه الاتحادية تحمل اسم مسلم أو لا؟ وهذا الجدال هذا كان له أهمية قصوى حقيقة، لأن كانت هذاك الوقت أفكار سائدة، وهي طبعا كما تعرفون جاية من الأفكار الاستعمارية طبعا، الذين كانوا يقولون باللي الجزائر أولا لم تكون أمة جزائرية، ما فيهش أمة جزائرية وما فيهش حتى شعب جزائري، ولكن فيه فرق دي فاكسيون أو يعني سكان موجودين في هذا التراب، وكل واحد يعني بالغاه وكل واحد بالغناء نتاعو. وهذا يعني هذه الأفكار ترجع إلى نظرية استعمارية معروفة، لما كانوا يقولوا دائما باللي الجزائر هذه مرت عليها كثير من الأشناس ومن الدول، ولكن عمرها ما كانت يعني حقيقة مستقلة، وعمرها ما كانت يعني مستعدة لتكوين دولة جزائرية. هذا شيء خطير جدا، أنهم كانوا ينفيوا الأمة الجزائرية وينفيوا حتى فكرة الدولة. يقول لك الجزائريين ما يقدروش يمشيوا الواحد، ما يقدروش يسيروا بلادهم، ما يقدروش يحكموا بعضهم بعض. وهذاك الوقت ناس كنا متصممين على أن هذه المنظمة تكون مؤلفة من طلبة المسلمين الجزائريين. لماذا؟ مش يعني بسأل تزمت للدين أبدا،
ولكن دفاعا عن الشخصية. لقد كان محمد الصديق من بين المؤسسين البارزين للاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين لجما. لقد كان رئيسا لفرع الجزائر الذي قرر إضراب يوم 19 ماي سنة 1956. وعندما كان رفقة الأخضر الإبراهيمي بجاكرتا عاصمة أندونيسيا كممثل للجزائر في المؤتمر الدولي للطلبة، في هذا الوقت الشرطة الفرنسية أصدرت وثيقة بحث ضده وضد قادة لجما. وقتها محمد اليزيد كان في مهمة سرية بالمنطقة، فتلقى أمرا من الوفد الخارجي للفلان دعاه فيه إلى التكفل بالرجلين ومنعهما من العودة إلى الجزائر. كنت تما كمان مشكل، مشيت لجاكرتا يعني، وفي البرنامج تاعي كان فتح أول مكتب في آسيا جنوب الشرقية الآسيوية، يعني في جاكرتا أول مكتب لبعثة جبهة التحرير الوطني. والأخ اللي كان متعين باش يكون ممثلنا كان الأخ لحو الحسين، ولكن لحو الحسين كان عنده مشكل صحة، يعني مشكل صحة ما بقاش ثم يعني رجع للقاهرة. وإحنا ذاك المكتب كان لابد أن يبدأ نشاطه، ثم باتفاق مع الإخوان اللي كانوا بقاوا في القاهرة خبرت محمد صديق بن يحيى والأخضر الإبراهيمي أن يبقوا في جاكرتا في مكتب في البعثة الجزائرية، كنا هكذا نسميه البعثة الجزائرية، وهي لتمثيل جبهة التحرير الوطني. 20 أوت 56، إنه أصغر عضو إضافي بالمجلس الوطني للثورة الجزائرية سينيارا. الخطوة الأولى كانت إلى جانب محمد يزيد في نيويورك، أين خاض الرجلان معارك دبلوماسية دفاعا عن قضية شعبهم. تم تعيينه كمسؤول بأمانة الحكومة المؤقتة للثورة الجزائرية جي بي ار عند تأسيسها في سبتمبر سنة 58 بتونس. هذا المنصب سمح له بالاطلاع على كل الملفات وبالتالي المشاركة في كتابة العديد من وثائق الثورة. كان أيضا يحضر كل الاجتماعات وساهم في نقاشات هامة وفي حل بعض المشاكل المعقدة التي واجهتها الثورة الجزائرية. إن تحكمه في ملفات الثورة وذكاءه الخارق للعادة جعله يتميز فيما سمي لاحقا باتفاقية إيفيون. هذه الاتفاقيات أثبتت مهارة الرجل الدبلوماسية. كان من بين المفاوضين الأوائل، شارك في أغلبية اللقاءات السرية والعلنية، ومن بين هذه اللقاءات لقاء جوان 60 بمولان، والذي أظهر عدم استعداد فرنسا لخوض مفاوضات جدية. المفاوضات تستأنف، ولكن هذه المرة بوساطة سويسرية. أوليفي لانغ لعب دورا كبيرا في صنع السلام. لانغ 77 سنة ما زال يتذكر جيدا جولات المفاوضات وشخصية المرحوم محمد الصديق بن يحيى. Ah oui, j'ai eu le sentiment que c'est un du fait de ses qualités, de son caractère, n'est-ce pas, encore une fois, un homme très posé, très réfléchi, très intelligent, et avec un sens remarquable de la politique. Il avait tout pour faire
précisément pour participer à une négociation aussi difficile que ces négociations-là. لونغ حضر ونظم لقاءين هامين في السرية الكاملة بسويسرا في فيفري ومارس سنة 61. لقاءين مهمين لأن أول مرة دوغول كان أصبح ملتزم لأنه بعث جورج بومبيدو الذي يكون من بعد سيكون من بعد بعد الاستقلال يصبح وزير الأول خلافا لدوبري. واللقاء هذا اللي كان فيه بومبيدو كان فيه دولوس منو دولوس كان مهم جدا لأن كانت المشاكل كل موجودة فيما يخص القضية الجزائرية طرحت في هذا الإطار. وكان من هذاك الوقت من جانب الجزائري كان الأخ طيب بولحروف وسي أحمد بومشل. بعد هذا اللقاءين توصلنا إلى مفاوضات إيفيان بعد كثير من المشاكل. مش ممكن ندخل في التفاصيل الآن ولكن قولوا باللي على كل حال أول مفاوضة جزائرية فرنسية رسمية وعلنية. هذه المفاوضات عرفت بمفاوضات إيفيان نسبة لمدينة فرنسية صغيرة تقع بالحدود الفرنسية السويسرية تم اختيارها بعد جدل كبير بين الطرفين. Vos compatriotes ne voulaient pas être obligés de s'installer en territoire français. Alors il y a eu pas mal de discussions là-dessus et on a trouvé la façon de s'en tirer quand on a pu du côté suisse dire eh bien pour vous proposer une chose, le territoire du canton de Genève et puis transport par hélicoptère dans la salle de réunion pour leur communication. J'ai dit, s'ils avaient été sur territoire français, ils n'auraient pas pu communiquer ouvertement ou facilement avec ceux qui leur donnaient des instructions et qui recevaient des rapports sur la façon dont la négociation se déroulait. الندوة الأولى دامت 3 أسابيع ثم توقفت بطلب من الطرف الجزائري ولم يحصل أي اتفاق في كل القضايا المطروحة في جدول الأعمال. الوفد الجزائري تأكد بأن الصحراء هي التي تشكل العائق الأساسي لتقدم المفاوضات نظرا لتمسك فرنسا بفصلها اي الصحراء عن باقي التراب الوطني. C'était un problème économique très sérieux et pour l'Algérie aussi parce que les Ben Yahia, je suppose le GPA derrière lui, estimait que pour l'avenir de l'Algérie, l'exploitation du pétrole était quelque chose de très sérieux et que c'était donc une richesse algérienne sûre. Le reste était encore incertain. Le développement économique de l'Algérie était encore dans le devenir et par conséquent le fait de la séparation avec la métropole à l'époque faisait que naturellement les problèmes économiques seraient difficiles. Donc ce sur quoi on pouvait compter c'était le pétrole. C'est dire toute l'importance que Ben Yahia attachait, Ben Yahia et le GPA attachait à cette affaire. الجزائريون من جهتهم تمسكوا بالوحدة الوطنية واعتبروها مسألة لا تفاوض بشأنها. وبهذا كانت قضية الصحراء نقطة القطيعة في اجتماع بيغران وبقي الحال هكذا إلى غاية أكتوبر سنة 61 أين أعلن الجنرال دوغول ولكن بطريقة غير واضحة
عن سيادة الجزائر على الصحراء. Notre intérêt national direct est de nous dégager de charges coûteuses et sans issue et de laisser nos anciens sujets disposer entièrement d'eux-mêmes. هذا الموقف الفرنسي جعل الحكومة المؤقتة ترسل محمد الصديق بن يحيى ورضا مالك إلى سويسرا للالتقاء بكلود شايي وبرينو دولوس. متأكد هذا الموقف الفرنسي ما يخص الصحراء. قال صح دوغول تكلم بصفة علنية في ندوة صحفية ولكن احنا ماذا بنا نعرف الحقيقة. فتكلمنا معه ونفهموا إذا كان حقيقة فيه تنازل أم لا من طرف فرنسا. طبعا الجانب الفرنسي الممثل من هذه الشخصيتين وضح شوية ولكن غير ما يوضح، يعني قال يعني فيما يخص السيادة على الصحراء لم يكن يعني أي التباس إذا كان يعني اتفاق فيما يخص التعاون العام بين الجزائر وفرنسا. صح قلنا له هذه ولكن قولوا لنا يا هل ترى تعترفوا باللي صحراء جزائرية أم لا؟ هذه كلام قالوا دوغول ولكن احنا ماذا بكم تفسروا لنا؟ كانت طبعا نوع من التكتيك ولكن بن يحيى فهم قال خلاص على حساب ما كما قلنا قبيل باللي عنده نوع من الحس نتاعو البسيكولوجي قال لي هذاك الوقت قال لي صحيح هذو راهم قلت له ما زالت الامور مش واضحه قال لي ولكن راهم ماشيين ده. المفاوضات تكثفت بعد الاعتراف الفرنسي الواضح بأن الصحراء جزء من التراب الجزائري. بعد لقاء ليروس عقدت الندوة الثانية بإيفيون من 7 إلى 18 مارس والتي توصل فيها الطرفان إلى وقف إطلاق النار. هذا لما وقع بالقاسم كريم باسم الجزائر الاتفاقية التي تنهي 132 عام من الحكم الاستعماري أحسسنا بنوع من الغبطة والاعتزاز. وإذا كان لأحد من الوفد يجوز له أن يقول في تلك اللحظة التاريخية لقد أديت واجبي فهو ربما محمد الصديق بن يحيى. ومع ذلك كان بن يحيى بعيدا عن الظهور وعن الرضا عن الدت. Dans la négociation, dans l'équipe de négociation algérienne qui est arrivée à Évian au mois de mai 1961, il y avait Ben Yahia. Nous ne le connaissions pas. Je crois que personne parmi la délégation française connaissait Ben Yahia. Nous l'avons observé, de petite stature, aux yeux très vifs, écoutant, regardant, intervenant rarement, mais toujours à bon escient et de façon précise. Pas toujours facile dans les négociations, et c'est normal. Mais petit à petit, on s'est habitué à cette façon de parler, d'intervenir, de négocier. Et petit à petit, je dirais, il faut le dire franchement, une espèce de méfiance, ou tout du moins de distance que nous avions par rapport à lui, a diminué et s'est transformé en une certaine sympathie, parce que l'homme était véridique, il défendait son pays, il défendait des causes qu'on lui dit de défendre, d'une manière intelligente, précise, connaissant les dossiers, et tout en étant très difficile dans la négociation, avec certainement la volonté de réussir. À mon avis, qu'on peut lui attribuer raisonnablement une partie du succès, pas tout, parce que c'est le GPA qui a décidé, mais quand même une partie du succès de ces négociations. C'est en quoi
je crois que sa mémoire peut être saluée, en tout cas chez vous, et même, comme vous voyez, par les Français, comme ayant participé sérieusement, activement, au sort de l'Algérie, né des accords d'Avignon. وقتان من الفرصة اللي اللي وعبر على أسفي كي شاهدت هذا السنين الأخيرة يعني بمناسبة ميكرا تيفيان أو برامج يعني برامج التلفزة حول المفاوضات تيفيان أن كثير من المشاركين ما ذكروش يعني دور المرحوم الغايب يعني ما ذكروش بعد الاستقلال الخلافات المتراكمة ابان الثورة ظهرت إلى الوجود فكانت أزمة صائفة 62 الفرحة لم تدم طويلا بالنسبة للعديد من قادة الثورة جيل بأكمله من الرجال الذين صنعتهم وصنعوا هذه الثورة بدأ يزول وينمحي شيئا فشيئا كم كانت الأزمة معقدة ومؤلمة بالنسبة للذين عاشوها بن يحيى كان واحدا منهم ورفض دوما الحديث والتعليق عن هذه الأزمة مكتفيا فقط بالقول بأنها معمعة كبيرة هو ابن يحيى عنده واحد السلوك عندما تكون أزمة داخلية هكا ما يتخذش موقف واضح وخصوصا ما يتكلمش كثير ما يعبرش عن الشعور نتاعو اذا ما نقدروش نحكموا عليه كيف كان الموقف نتاعو بصفه واضحه انا اعتقد انه كان عنده موقف حيادي ولكن هو كذلك بدوره ما كانش عنده الثقه التامه في المجموعه نتاع تلمسان هذا هو الاعتقاد نتاعي ما صرح ليش بهذا ولكن هذا هو الاعتقاد نتاعي هذه المجموعة وربما نقدر نقول على رأسها يعني بن بلة كانت ما عندهاش الثقة الكاملة في محمد صدق بن يحيى فإذا هم ميشا ولكن في 63 على كل حال تعين كسفير في موسكو وفي الحقيقة يعني أنا في 63 كان اتصل بيا وعرض عليا باش نمشي معاه لموسكو كمستشار يعني في السفارة وفي البداية قبلت ثم رفضت لأن كنت أنا ما كنتش مطمئن نوعا ما للوضع السياسي ما كنتش مطمئن ما جراش قلبي باش نغادر الجزائر ونمشي كأنني مشيت في نفي آخر جديد للخارج ومشى هو على كل حال التحق بالمنصب نتاعو في موسكو وحسب ما سمعت وحسب ما ذكر لي فيما بعد انه وقع كذلك في نوع من التهميش وهو كسفير بمعنى ان العلاقه توقع بين السلطه بين الحكومه الجزائريه والحكومه تاع الاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت بدون ما يخبروه وبدون ما يكون عنده علم يعني هم مش حتى في موسكو حتى الى درجه انه قدم الاستقاله نتاعو الى اخره ثم رجع لهنا الى الجزائر وعين فيما بعد الى لندن اعتقد الى لندن ولكن ما لحقش بالمنصب نتاعو وبقى هنا في الجزائر كذلك هكاك بدون عمل حتى جات الحوادث تاع 65 ثم في 66 يظهر استدعاه الرئيس بومدين وكلفه بوزارة الإعلام والثقافة بالفعل عين وزيرا للثقافة والإعلام ليشرع في خلق جو ثقافي أفضل
معركته الأولى، بعث الشخصية الجزائرية من جديد والتي دفنت أيام الاستعمار الفرنسي. كما كان وراء تأسيس العديد من المراكز الثقافية ومعاهد الموسيقى التقليدية والعصرية، وكذلك تنظيم المهرجانات الثقافية عبر التراب الوطني. لقد قال في لقاء مع نظرائه الأفارقة: الثقافة لها نفس الأهمية كالصناعة. وانطلاقا من هذه المقولة، الجزائر احتضنت المهرجان الأول الثقافي الإفريقي في جويليا سنة 69. صحفي أجنبي قال عن هذا المهرجان: إذا كانت أمريكا قد اكتشفت القمر، فإن العالم يكتشف إفريقيا بالجزائر. بالنسبة له، الثقافة الجزائرية هي أيضا مهمة الاختصاصيين من مثقفين وأدباء. لقد استدعى ملك حداد كاتب ياسين إسياخم وآخرون. نظن باللي الفرق ما بين الفترة تاع الستينات والسبعينات وبعد 70 هو أن قبل 70 كان الإعلام الجزائري كان يتسير من طرف ناس واعيين وناس عندهم شرعية تاريخية وناس مثقفين. نتذكر باللي في الستينات كان واحد كيما محمد حربي مدير ريبوليشو أفريكان، واحد كيما محمد بودي الله يرحمه كان مدير السوار، يعني الجي سوار، يعني وهذا الناس كانوا على نفس المستوى كرئيس الدولة، يعني ما كانش ضغط من طرف وزير آخر أو ضابط تاع الأمن إلى آخره. إذن كانوا يحميوا الصحفيين، وحتى في آخر يعني الستينات نعرفوا باللي هو قاعد وزير الإعلام حتى السبعين، يعني لما يكون مشكل مع إطارات كان بن يحيى هو يحمي يعني الصحفيين. في ميدان الإعلام أشرف على تنظيم المؤسسات التابعة لهذا القطاع، وهو الذي وضع قانون الإعلام وقانون الصحفي، كما أنشأ مؤسسة التوزيع والإشهار والسينما وهيكل مؤسسة التلفزة الوطنية باستحداثه للمحطات الجهوية، ونظم كل القطاع السمعي البصري. بن يحيى كان معاديا للرداءة وعدم الكفاءة. المهنية بالنسبة له هي الفاصل والمحدد بين رجالات القطاع الثقافي. الكل يشهد له بحبه للنزاهة والكفاءة والمقدرة. لقد كان رجلا نزيها. هيا اخرج. بعدها يعين من طرف الرئيس هواري بومدين كوزير للتعليم العالي ليبادر في إصلاح شامل للجامعة الجزائرية التي كانت تعيش خلافات كبيرة بين الطلبة، وصلت في بعض الأحيان إلى مشادات ومعارك عنيفة. السؤال اللي مطروح اليوم، باغي انت توحدوا ام لا؟ دروك اذا كان ما توحدوش انا مالش ماشي نوحدكم بالقوه. هذا هو السؤال اللي مطروح، هذا هو السؤال اللي مطروح. الشبيبه باغيه تتوحد باش توجد نفسها للمستقبل فور فروند لا ريليف وي ونا. الشعارات مثلا اللي رفعت فار ميزيلمون اي كومينيست، هل حقا تتناسب مع الواقع نتاع الجميع؟ تعرفوا انتم كاسكو لي فرار ميزيلما ولا كاسكو لي كومونيست؟ يعني البعض هذا هو نبدا يقرا في الكتب نتاع ماركس ولا نتاع انجلس ولا اخر، هذا هو نبدا يقرا لي زوج نتاع الايات وكذا ويتكلم على الاخوان المسلمين. لا، الاخوان المسلمين هذه سايتين سكت، المجموعه نتاع الاخوان المسلمين اللي يتكلموا عليها الناس كعرف كانت مجموعه ارهابيه، واللي في وقت من الأوقات كان يشتغل مع الأنجليز، واللي عبد الناصر في زمانه دخل معها في صراع مرير
في صراع مرير يعني. وش دان احنا لهذه المسائل؟ Un pays qui ne s'appuie pas à l'arrière sur une équipe sérieuse de chercheurs et de scientifiques est un pays condamné à la stagnation ou à la dépendance intellectuelle. Et vous savez aussi qu'une université qui n'est pas animée par l'esprit de la recherche est une université qui se fige, c'est une université qui se fossilise et qui ne transmet plus qu'un savoir figé. On ne vient pas exclusivement à l'université pour enseigner ou recevoir des connaissances abstraites et en apparence objectives. On y vient aussi pour s'y imprégner d'une méthode qui doit aider une société à se comprendre et à se transformer. مع وفاة بومدين بدأت سياسة جديدة بشعار جذاب من أجل حياة أفضل، وكذلك بالتراجع على سياسة السبعينات. بن يحيى كان من بين الذين نجوا من سياسة الثمانينات التصفاوية التي أقصت الرجال المقربين للراحل هواري بومدين. الرجل لم يحن وقته بعد. بن يحيى يعود إلى الدبلوماسية ليشغل منصب وزير الخارجية ابتداء من سنة 79. لقد نجح وفي ظرف قصير في كتابة أروع الصفحات للدبلوماسية الجزائرية. في 12 نوفمبر سنة 79 حراس الثورة الإيرانية يقتحمون السفارة الأمريكية بطهران. هذا التصرف أثار ضجة كبيرة في أمريكا والعالم بأكمله. ٥٢ أمريكي احتجزوا داخل السفارة لمدة 444 يوم، أي أكثر من سنة. إيران فضلت لغة القوة على القانون وغرقت بذلك في قضية أصبحت آفاق حلها تتعقد يوما بعد يوم. أمام هذا الموقف الإيراني المتصلب، أمريكا بعد أن فشلت في المحاولة الأولى عززت قواتها العسكرية لضمان نجاح تدخل عسكري أقوى. بعض الاختصاصيين العسكريين قالوا بأن إيران ستتحطم إذا ما تشددت في موقفها الرافض لتحرير الرهائن. في هذا الجو اسم الجزائر بدأ يلوح في الأفق كوسيط لحل هذه الأزمة. ولتفادي حرب أكيدة حاولت العديد من الدول التوسط بين نيويورك وطهران ولكن دون جدوى. كما فشلت مساعي شخصيات معروفة من بينها كورت فولدهايم الأمين الأممي. أولوف بالمي رئيس الوزراء السويدي. I can't speak for the government of Iran. It has to be expressed its own views on ceasefire. والبابا يوحنا فورس الثاني. بعدها بعض الأطراف العالمية أحست بأن الجزائر بإمكانها أن تكون الوسيط الأمثل. الجزائر قبلت بشرط أن تكون لها ثقة المتنازعين. الإيرانيون عبروا عن ارتياحهم بقبول الجزائر لهذا الدور نظرا للعلاقات المتينة والعميقة بين البلدين. فعلا الجزائر لم تبخل بمساعدتها لإيران
قبل وبعد الإطاحة بشاه إيران شاهين شاه محمد رضا بهلوي. إن بعض الشخصيات القيادية لهذه الثورة مثل أبو الحسن بن صدر أو الصادق قطب زادة كانوا في أيام المنفى يسافرون بجوازات سفر جزائرية، لهذا كانت يعني الثقة للثورة للجزائر كان التقريب يقوله مطلق، وهو الشيء الذي لاحظناه لما دخلنا في مفاوضات معهم من أجل قضية الرهائن. أما أمريكا التي تعرف مهارة الدبلوماسية الجزائرية فقد وافقت على الوساطة الجزائرية. السفير الأمريكي بالجزائر يقول: اقترحت لحكومة بأن تكون الجزائر هي الوسيط الأمثل، الجزائر لها ماضي ثوري، إنه بلد مسلم وله علاقات جيدة مع البلدين. الدبلوماسية الجزائرية تتحرك والمسؤولية كانت كبيرة لأنها الفرصة الأخيرة لحل هذه الأزمة بطريقة سلمية، لهذا كانت كل الأنظار موجهة إلى الجزائر. احنا كجزائريين ما كناش نطلبوا باش نلعبوا دور في القضية، كنا فقط نقولهم باللي إذا كان ممكن تتفاوضوا مباشرة بين الإيرانيين والأمريكيين، كما حبيناش احنا نلعبوا دور مباشرة. وطلبنا لبن يحيى قال لعلي رجاي، قال إذا كان تحبوا تتفاوضوا مباشرة ممكن حتى الكاتب سكرت كاتب الدولة سكرتير ديتا ديال وزير الخارجية الأمريكي أنا ذاك مشكي، وحنا تكلمنا معاه مسبقا موجود باش يجي للجزائر ويتلاقى معاك ويتهضر معاك. قال أبدا أبدا ما نحبش نتكلم مع هذا الناس. قالوا طيب مالا كيفاش، من جهة تقولون نحبوا نحلوا المشكلة، من جهة ما تحبوش تتفاوضوا. قال مالا انتم ما تتفاوضوا بسم الله. هذه هي. بعد أيام قليلة ميوسكي كاتب الدولة الأمريكي للخارجية يصرح أن الحكومة الأمريكية لا يجب أن تملي على الإيرانيين ما يجب القيام به. معنى ذلك الجزائريون لهم الضوء الأخضر للتعامل مع الأمريكيين كممثلين لإيران إن صح التعبير. إنهم لم يقوموا بدور توزيع الوثائق بين الطرفين، ولكنهم كانوا أيضا يحللون مضامينها. لقد ساعدونا على فهم مواقف إيران وفهم الإيرانيين لمواقف الأمريكان. طيلة 13 يوم من المفاوضات عملت رفقة الفريق الأمريكي الموجود بالجزائر، عملت مع الجزائريين 24 ساعة على 24 ساعة. وبعد جولات مكوكية بين نيويورك طهران والجزائر وبعد مفاوضات طويلة، إيران تطلق سراح الرهائن الأمريكان يوم 20 جانفي سنة 81. الحدث كان كبيرا والتلفزيونات الأمريكية والعالمية غطت هذا الحدث. Planes have landed in Algiers. الطائرة حطت بالجزائر وعلى متنها الرهائن 52 الذين كانوا مساجين حرب. But they are all hale and hearty. لا يمكنكم أن تتصوروا فرحتهم الكبيرة.
الرهائن 52 يتمتعون بصحة جيدة وهم أحياء وأحرار. وارين كريستوفر قال في تصريح له: عندما وصل الرهائن 52 إلى الجزائر سالمين، الأمريكيون عبروا عن اعترافهم الكبير للشعب الجزائري. سيدي الوزير، أعبر عن ارتياحي باسم شخصي وباسم أصدقائي ورفقاء الموجودين بهذه القاعة. أعبر أيضا عن اعترافي للحكومة الجزائرية التي قبلت القيام وبكفاءة كبيرة بهذه المهمة الإنسانية. إن الذي حدث اليوم لم يكن يحدث لولا الدور الذي لعبته الحكومة الجزائرية، ونقدم لها كل الاعتراف. إنه من واجبي وفي هذه اللحظة أن أسلم لكم السيد وارين كريستوفر الممثل الرسمي للحكومة الأمريكية، أن أسلم لكم مواطنيكم 52 طبقا لإعلان الجزائر. Following the agreements set forth in the two declarations of Algiers of the 19th January 1981. invested us with a responsibility in delivering to us in Tehran the 52 American nationals who are now in Algiers. They called it Freedom Road. The 15 miles. الرهائن الأمريكان استقبلوا في أمريكا كالأبطال، واسم الجزائر أصبح على كل شفاه. أوروبا والشركاء التقليديين للجزائر بدأوا يتخوفون من تقارب اقتصادي جزائري أمريكي، وبالتالي تضييع نفوذهم على منطقة هامة اقتصاديا واستراتيجيا. بعض المتتبعين لهذه القضايا اعتقدوا وقتها بأن أيام بن يحيى أصبحت معدودة في تلك اللحظة التاريخية بالضبط. Thank you.
Though there were no presidents or generals or ambassadors there, the former hostages agreed that today's celebrations of their return were the sweetest. Marine Sergeant William Gallego speaking to a crowd of 5,000 people in his hometown of Pueblo, Colorado. As you know, we've had reception all the way from Algeria to Washington, D.C. And I never expected it. But the biggest that really gets to me is my hometown, to see all you people come out here. The population of tiny Oliphant, Pennsylvania, doubled today. More than 8,000 people lined the sidewalks. قضية الرهائن برهن فيها بن يحيى لأقوى دولة في العالم بأنه من الممكن حل المشاكل سلميا، كما أثبت للإيرانيين بأن التصلب لا ينفع. الثورة الإيرانية التي اعتقدت بأنها تملك الحقيقة المطلقة لهذا القرن لم تكن في حقيقة الأمر إلا محاولة لفرض نموذج اجتماعي تجاوزه الزمن. أحسسنا بأن الإيرانيين كانوا يطلبوا من الجزائر باش يعاونوهم ليخرجوا من هذا المأزق، لأن كان مأزق كبير بالنسبة لهم وبالنسبة للثورة تاعهم. وحنا اللي كنا نعطيو لهم نقدموا لهم نصائح أخوية لحل هذه المشكلة الخطيرة جدا، وكانوا يستمعون لنا وكانوا يتوسطون بنا حتى بالنسبة لشعبهم، لأنهم ما كانوش يقولوا باللي هذه المفاوضات ولا هذه الاتفاقية راهي بين إيران وأمريكا، ولكن قالوا يقولوا هذه هي الجزائر اللي قالت لنا نديروا كذا وكذا، لأن الشعبية الجزائر كانت حقيقة قوية. وبالأسف الشديد اليوم نشوف إيران هي اللي تحاول باش يعني تشجع الإرهاب في هذا البلاد، وإحنا خرجناهم من مأزق يعني واحد ما يقدر يدري بلي وين كان يوصلهم. بعد أشهر قليلة من قضية الرهائن، بن يحيى يقوم بوساطة أخرى بين العراق وإيران. الحرب بينهما كانت قاتلة ومدمرة. رجل السلام بذل كل مجهوداته لتجنيب الطرفين خسائر أكثر، لكن الأقدار أرادت غير ذلك. قبل هذا بسنة، بن يحيى ينجو من الموعد الأول مع الموت في باماكو بالمالي في حادث طائرة، ولكن وكأن الموت تلاحقه. في ليلة الثالث إلى الرابع ماي سنة 82، صاروخ مجهول يسقط طائرة جرومان جي 5 بالحدود الإيرانية العراقية التركية. الطائرة التي كانت تحلق على هذه الجبهة كانت تقل بن يحيى والوفد المرافق له. لماذا اختير هذا المجال الجوي أين تدور معارك كبيرة؟
14 ضحية من بينهم إطارات سامية بوزارة الخارجية، طاقم الطائرة، صحفي ومضيفة ماتوا على الفور. القيادة السياسية أعلنت عن حداد بثلاثة أيام وتعهدت بتسليط الضوء وقول الحقيقة حول ظروف وفاة بن يحيى. لجنة التحقيق التي تشكلت لهذا الغرض لم تعلن على أي شيء إلى يومنا هذا. في سنة 93 في منتدى نظم بجيجل حول حياة المرحوم، العديد من الشباب الذين جاءوا من جميع أنحاء التراب الوطني طالبوا بكشف الحقيقة حول وفاة محمد الصديق بن يحيى. وات لو حق علينا إبراز دور المرحوم محمد الصديق بن يحيى. فلم يكن محمد الصديق بن يحيى يصدر عن رأي خاص في التعامل مع القضايا الوطنية في فهم الخاص. كما قال بومدين ربي يرحمه، الراجل لازم تقوله وراجل ولو كان عدوك. وإننا نعرف بأن طائرة المرحوم محمد الصديق بن يحيى سقطت في ظرف سنة واحدة مرتين، الأولى نجا منها بعجوبة ولكن الثانية التحق فيها بربه. إذا نعمل ثورة في هذه البلاد لازمنا نخدم في البلاد بتاعنا الماشينات، ونخدم في بلادنا التراكتورات، ونخدم في بلادنا السيارات، وبصفة عامة نصنع في بلادنا كل الأشياء اللي محتاج التطوير الاقتصادي بتاع البلاد في كل ناحية. تكون سلطة موجودة، والسلطة هذه نعطي لها الإمكانيات، نعطي لها المال، ونعطي لها الإطارات، ونعطي لها الإمكانيات الفنية، ونقول لها السلطة هذه لازم عندها الثقة متاع الشعب، وهذه السلطة لازمها تشتغل مع المشاركة متاع الشعب، والسلطة هذه نعطيها كل النفوذ وكل السلطة باش تاخذ القرارات المحلية. إذا تحب تبني مدارس خليها تبني، وإذا تحب تبني مستشفى خليها تبني، وإذا تحب تبني براج خليها تبني، وإذا تحب تبني واحد بنزين تبني مصنع خليها تبني، وموش تبنيها برك إنما تبنيها وتسيرها وترقبها.